استاذ الحسين العبيد رئيس مجلس عماله فاس، كما تتبعتم معنا اشغال الدوره العاديه لشهر يونيو 2021 على اخر دوره، تمت فيها يعني عرضين مهمين، هو عرض ديال الصناعه التقليديه وعرض ديال السياحه والاثار على هذا القطاع ديال جائحه كورونا. الحمد لله بعد الاستماع الى العروض هناك امال، هناك تحسن في المؤشرات في القطاعين معا، وكنعرفوا بان مدينه فاس في حاجه الى هذين القطاعين المهمين، قطاع الصناعه التقليديه وقطاع السياحه. كذلك يعني كان عندنا اتفاقيه شراكه بخصوص تزويد او دعم الجماعتين ملا الطيب وعين بيضاء بالتزويد والماء صالح للشرب باش تطلع الدادات الفرديه. سبقنا اننا برمنا اتفاقيه اطار ونفذنا هذه الاتفاقيه في حدود 300 مليون سنتيم، الان سندخل في اطار ملحق تعديلي 170 مليون سنتيم. كذلك كانت عندنا اتفاقيه شراكه مع جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي مجلس عماله فاس بخصوص دعمهم بمبلغ 20 مليون سنتيم سنويا. ولله الحمد المجلس يعني استطاع ان يصوت على جميع قراراته بالاجماع، وكان هناك توافق ما بين جميع مكونات هذا المجلس، كان هناك توافق مع السيد الوالي مع رجال السلطه كذلك مع الموظفين اللي كانوا خير سند لهذا المجلس. هذا المجلس دخل في مجموعه من المشاريع رغم الاكراه المالي ديال الميزانيه، رغم الاكراه المادي الاكراه ديال الاطار القانوني المحدد لاختصاصات مجلس العماله وخاصه الاختصاصات الذاتيه الماده 79 واللي جعلها محصوره جدا، وان الدوله لم تفعل الاختصاصات الاخرى سواء الاختصاصات المشتركه او الاختصاصات المنقوله من طرف الدوله لهذه المجالس. الان الحمد لله مجلس عماله فاس يحق له ان يفتخر بحصالته وبتدخله على مستوى مجموعه من القطاعات، قطاع الصحه بماليه مهمه كتجاوز 800 مليون سنتيم، قطاع التعليم 700 مليون سنتيم حسب الاختصاصات المسنده الينا في هذا الجانب، مساله ديال تهيئ الخراب والمساله ديال النسيج العتيق بمدينه فاس بحوالي مليار ونصف، التهيئه الحضاريه الاناره، الان البرج الشمالي بمدينه فاس حوالي 3 مليار هو في طور الانجاز. كانت هناك مجموعه من التدخلات سواء على مستوى سيدي حرازم في اطار التعليم او في اطار المسالك الارويه عين بيضاء وسيدي حرازم كذلك، كان تدخل على مستوى مدينه فاس في الكثير من الشوارع كان من اجل دعم هذه الجماعه لحمايه مدينه فاس من الفيضانات، وكذلك سيدي حرازم بحوالي مليار سنتيم يعني ما بين هذه الجماعتين. كانت عندنا هناك يعني اموال ذاتيه للمجلس من خلال الحكامه اللي اعتمدها منذ البدايه في التسيير واللي جعلت يوفر حوالي 60 مليون درهم خلال هذه المدة مدة 5 سنوات، تم توجيهها إلى ما يمكن أن نسميه بالتنمية، التنمية المباشرة. نفذنا جميع الالتزامات ديالنا تجاه جميع الشركاء تجاه جميع الجمعيات. فالمجلس يعني انه بالرجوع الى احصائيات بسيطه وان نفذ حوالي 75% 95% من التزاماته مع الشركاء وكذلك مع الجمعيات. كنشكر من هذا المنبر يعني جميع السلطات الحكوميه اللي ساندتنا واللي وقعت معنا اتفاقيه شراكه، وخصوصا وزاره الداخليه وزاره الاسكان وزاره السياحه الصناعه التقليديه اللي وزاره الاسكان اللي كانوا خير الدعم لهذا المجلس، واستطعنا ان نحصل من مبالغ ماليه مهمه اللي مشات الى التنميه داخل عمالة فاس عموما. حاولنا أن نعتمد التنمية في إطار من العدالة المجالية بغض النظر عن كل حسابات ضيقة. شكرا لكم.